اخا رضا. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الله يطول عمرك. كلشي بخير؟ شكرا. الله يبارك. مرحبا بك رضا معنا اليوم ان شاء الله، لانه كاين واحد ليفيرمون غادي تورغانيزي ان شاء الله نهار الجمعه 15 نوفمبر بكازا. هي ليفيرمون هي لا نويد عاشوراء او ليله عاشوراء. ليله عاشوراء غادي نهضروا عليها ان شاء الله نهار اليوم. غادي تعرفوا بزاف على هاد ليفيرمون ان شاء الله اللي غادي تكون نهار الجمعه 15 نوفمبر بمدينه الدار البيضاء. اذا رجعنا لكم مستمعينا الكرام باش نبداو الحلقه ديالنا نهار اليوم ان شاء الله مع رضا، اللي كيف ما قلت لكم رضا معنا نهار اليوم باش يهضرنا على ليفيرمون اللي غادي تكون نهار الجمعه 15 نوفمبر ان شاء الله بكازا. رضا هضرنا شويه على ليفيرمون. يعني ليله عاشوراء ولا نوي ديال لا نوي دو عاشوراء ان شاء الله هي غادي تكون مناسبه باش نكتشفوا عاوتاني مره اخرى الفولكلور ديال المغربي. بوف غادي نهضروا بالدارجه باش نوصلوا لكل شيء. هي الفكره جات منذ 3 أسابيع بالضبط لو 7 اكتوبر، جات من الناس ديال مراكش اللي هما هي كانوا اصدقاء اللي كتعجبهم كازا وكيبغيو يعرفوا حتى هما بالتراث ديال مدينه مراكش. وعلى راسهم واحد الصديق اللي هو عبد الرحيم بانا البريزيدون ديال اسوسياسيون بانا البساط، اللي قررنا اننا نتعاونوا. بانا هما الجروب ديال الدقيقيه والتقيقات والدقه المراكشيه، غير هما يعني اللي غادي يكون مغاير على التقيقات العاديين هما ان احنا غادي نشوفوا ان شاء الله الطبيعه والتراث والتقاليد ديال عاشوراء مراكش. يعني بحال غادي نجيبوا هذاك لو كونسيبت ديال عاشوراء مراكشيه غادي نجيبوا عندنا هنا لكازا. مراكش تحط الريحال بمدينة الدار. مراكش غادي تجي لكازا فلورمات، ولكن ماشي استخفاف بمدينة مراكش، لأن الناس طالبونا أننا علاش ما درناش داكشي في مراكش. ولكن المراكشيين داكشي ديالهم وكيعرفوه، بغينا نعرفوا حنا فكرة يعني فكرة ومناسبة أن حنا نشطوا مجموعين ونشاركوا معنا ناس أخرين. ياك هو داكشي ديالهم تقاليد والعادات ديالهم وعاشوراء كيف كيدوزوها الناس في مراكش غادي تشوفوا هنا في كازا. خصوصا انني كنعرف ناس وكنأكد لك بانني الناس كيمشيو خصوصا لمدينه مراكش في عاشوراء باش يشوفوا التقاليد ديال عاشوراء كيفاش كدوز في مدينه مراكش. واخا شكون اللي غادي يكون في هذا ليفينمون ان شاء الله من غير عبد الرحمن بانا؟ الفرقه ديال عبد الرحمن بانا شحال فيها من واحد تقريبا؟ يعني هذا الشيء اللي كيجسد الاختلاف. بانا غادي يكون كيمثل الفرقه ديال بانا تمثلها تقريبا ما بين 20 حتى 25 ديال الناس. يعني فرقه ديال الفولكلور او التراث ديال بصح، ماشي 4 ولا 5 ديال الدقيقيه اللي كيديروا الدقه المراكشيه ويمشيو بحالاتهم. لا بالعكس، غادي يكونوا ناس يعني تجسيد مدينه مراكش. ملي كنقولوا 20 ولا 25 ديال الناس راه يكفي انه غادي تكون فرقه صحيحه تبارك الله. واخا من غير بانا شكون هما الناس اللي كاينين في ليفيم؟ بانا كاين عبد الرحيم بانا بالفرقه ديالو، كاين رشيد المريني. بلا ما نهضروا على رشيد المريني لان غني عن التعريف اللي كتقول رشيد المريني معروف. هادشي اللي كاين. فوالا شكون معنا؟ ضيف شرف اللي دار معنا يد وجهه كنشكروه اللي هو ايكو عبد الرحمن. غادي يكون معنا ان شاء الله حتى هو في السهره في لانويد عاشوره. وغادي يكون كاين مفاجات، كان وعد الناس بان غادي تكون مفاجات، غادي تكون زوينه ان شاء الله. تكون مفاجاه زوينه ان شاء الله. واخا ليفينمون فين كاينه؟ ليفينمون غادي يكون في كومبلكس توريست لو كومبلكس باردون لو كومبلكس بارادايز في الناس ديال الدار البيضاء في لا كورنيش ديال كازابلانكا في الاول مقابل مع الكومبلكس سينماتوغرافيك. و كاين لي تيكي بطبيعه الحال؟ موجود الخير دابا نبيع لك. يلا قول لي شنو كاين، كيفاش دايرين الناس اللي بغاو يحضروا ليفينمون شنو خصهم يديروا؟ بحكم ان جات هاد المناسبه ديال راس السنه الهجريه يعني كاين دو جور فيري، وغدا ان شاء الله 6 نوفمبر حتى هو عيد وطني غادي يكون جور فيري. وبهذه المناسبه كنتمنى هاد السنه تدخل على جميع المغاربه بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله غادي نديروا لا بيتري اون فونت ان شاء الله ابتداء من يوم الخميس بالعشيه ولا الجمعه في الصباح باقصى تقدير. دونك اللي بغى لي تيكي يمشي كاين دي زافيش غادي يكونوا دي بانو 4 باغ 3 ان شاء الله في الزنقه. كاين لو سيت بلوتو كاين لا باج ديال ليفينمون يعني الصفحه ديال لا سواري غادي تكون كاينه ديجا في فيسبوك. يمكن الناس يشوفوا لافيش يشوفوا. دونك اللي بغى شي دي زانفورماسيون دخل لا باج ديال ليفينمون. دخل لا باج كاين تليفون انفو لاين كاين دو نيميرو تليفون الناس يقدروا يعيطوا فيهم باش يستفسروا على نقاط البيع، يستفسروا على الثمن، يستفسروا على شحال من حاجه. كيف قلت لك بحكم ان كاين دو جور فيري ما قدرناش نبداو العمليه قبل بحكم ان بزاف ديال لي بريستاتير سادين ما خدامينش الناس ما موجودينش، ولكن ان شاء الله من ابتداء من الخميس او الجمعه في الصباح في اقصى تقدير بحول الله غادي نبداو البيع. واخا لا باج شنو سميتها؟ لا باج فيسبوك سميتها لا نوي دو عاشوراء. سا سكري كومون اريدا؟ سا
ça se crie comment ça se crie c'est Abd Ali ça se crie la nuit d'Ashura L A espace N U I T espace D U espace Ashura A C H O U R A voilà donc les bras des informations allez l'événement inchallah la nuit d'Ashura ادخل la page officielle de l'événement اللي هي la nuit d'Ashura كيف ما قال لكم ريده باش تاخذوا يعني اللي بشحال دايرين اللي تيكا سيريد لي بي ان شاء الله غادي يكونوا ابتداء من 400 درهم وكان يعني ما بغيتش نعطي معلومات نهائيه لان كان ماشي ما حددناش بل بالاحرى الثمن غادي يتعلق بزاف ديال لي ديطاي اللي غادي نحسموا فيهم ان شاء الله ما بين اليوم وغدا علاش هاد ليفينمون داير 400 درهم تيكي زعما علاش كنظن بان باش تشوف ان سبيكتاكل تشوف هاد لو سبيكتاكل هذا ديجا جايبين ماشي غادي نقولوا نجوم هما اصدقاء وتعاونوا معنا بزاف ما بغيتش نهضر بهذا الاسلوب ديال تعاونوا معنا وعطيونا الله يخليكم بل انهم جاو شاركوا حتى هما بغاو يشاركوا هذه الفرحه هذه سواء بان اللي هو مول الفكره سواء رشيد المريني اللي ما سولنا على حتى حاجه قال لنا انا معاكم فين ما مشيتوا انا معاكم زيد ايكو خونا شاويد نقول لك قال لك اللي درتوها انا معكم انا ما نخسرش لكم كاين مفاجات اخرى كنأكد على انه كاين مفاجات اخرى ان شاء الله اللي غادي يكونوا يمكن دوت ارتست ولا دوت غروب مي كنأكد بان غادي تكون مفاجات علاش الثمن 400 درهم ربما الناس كيفكروا بان الناس تما شويه طالع ربما كنشوفوا سهرات اللي كتكون اكثر من 400 درهم فيها ان سبيكتاكل فيها ان ديني فيها ان تريتور هاد الحوايج غادي نحسموا فيهم ان شاء الله في 24 ساعه اللي جايه بالاضافه الى ان احنا كاينين الناس اللي تعاونوا معنا دي سبونسور دي زانونسور ولكن بحكم اننا بدينا متاخرين توجد ولا البريباراسيون لهذا ليفينمون هذا بدينا معطلين بزاف حتى لو 7 اكتوبر قلت لك عاد تحطات الفكره في مدينه مراكش يعني ثلاثه ديال الاسابيع ديال البريباراسيون لي زانونسور فان داني ما يمكنلهمش يتبعوا كاملين سي لو مومون ديال لي بودجي بور 2014 ما يمكنلهمش يقرروا ولا يحسموا في انهم يتبعوا هاد لانونس هاد ليفينمون ولا ما يتبعوش في 3 سيمين كنعرفوا بان باش توجد لان ايفينمون كي سوا صغير ولا كبير خصك على الاقل واحد 3 شهور ولا 4 شهور حنا في 3 ديال الاسابيع الحمد لله استطعنا بمجهودات ديال بزاف ديال الناس بزاف ديال الصحاب بزاف ديال هذا تعاوننا كاملين باش ان شاء الله تكون هاد لاسواري تكون في المستوى ان شاء الله ونفرحوا كلنا ان شاء الله دونك اللي بغى لي تيكي ان شاء الله بارتير من الخميس باذن الله الخميس بالعشيه ولا الجمعه في الصباح باقصى تقدير باش قلتي لي حتى واحد القضيه تقدروا تليفري ولا لي بييك لي تيكي للناس اللي الفكره ديال اننا ليفري وكنشوفوا ان تكون اون كونسونطراسيون مثلا الناس ديال المعارف على سبيل المثال عندنا واحد 10 ديال الناس بغاو دبي في المعارف غادي نخصوا لهم نهار اننا نمشيو عندهم بور لا ديستريبيسيون ديال لي بي في منطقه ديال المعارف الناس ديال البرنوسي كذلك الحي الحسني وجميع انواع جميع يعني الاماكن ديال كازا بل حتى انه في الرباط خصصنا واحد النهار غادي نمشيو للناس ديال الرباط لان كاين بزاف ديال الناس اللي كيطالبوا بلي تيكي في الرباط كاين لانفولاين شحال النمره 06 61 66 48 75 ولا 06 18 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
06 84 86 94 96 01 66 41 45 فوالا دونك اللي بغى لي زانفورماسيون على ليفينمون كيف ما قلت لكم يدخل لاباج اوفيسيال ديال ليفينمون لانويد عاشوره ولا يتصل على هاد الارقام اللي قالوا هذا باش تاخذوا المعلومات الكافيه. سمح لي عبد العلي باش ناكد في الانفو لاين كاين واحد اورغانيزاتور في ليفينمون والاخر حتى هو اورغانيزاتور في ليفينمون ولكن كان ما نكرهش الناس يعيطوا ليه لان شخص وجه معروف.